موجز الأخبار من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. اندلعت مواجهات عنيفة في معظم مدن الضفة تديدا باستشهاد الأسير عرفات جردات من بلدة سعير بالخليل، حيث أصيب العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق بقنابل الغاز المسيلة للدموع. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من القيادة الفلسطينية تهدئة الأوضاع في المنطقة عقب المواجهات التي اندلعت في عدد من مدن الضفة. أدانت الولايات المتحدة قصف مدينة حلب بالصواريخ والذي أدى إلى مقتل العشرات أمس، وقالت الإدارة الأمريكية إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد فاقد للشرعية ويبقى في الحكم فقط بالقوة المتوحشة. في مصر، قطع عشرات من المحتجين الطريق الرئيسي أمام مبنى محافظة الدقهلية معلنين بدء عصيان مدني حتى إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي. هدد حزب الله العراقي السعودية باستهدافها، كما هدد العاملين في ميناء مبارك في الكويت بقصفهم، وحذر الأكراد من استغلال ضعف حكومة نوري المالكي ومحاولة التمدد إلى محافظات الكركوك والموصل، زاعماً أن تعداد جيشه يصل إلى 1,000,000 عنصر. تواصل قوات الحرس الثوري في إيران لليوم الثاني مناورات الرسول الأعظم ثمانية جنوب شرق البلاد، فيما أعلنت عن إسقاط طائرة دون طيار بالقرب من الحدود الإيرانية خلال المرحلة الأولى من المناورات. وأخيراً، خصص ملياردير أمريكي ملايين الدولارات من أجل رحلة سياحية خاصة يزور خلالها كوكب المريخ في العام 2018 لتكون الرحلة الأولى من نوعها في تاريخ البشرية. إلى هنا نهاية الموجز، أترككم مع الموجز الرياضي والزميل محمد العدم، إلى اللقاء. الموجز الرياضي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. هلال أريحة يواصل تحقيق النتائج الإيجابية في المحترفين ويحقق فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مؤسسة البيرة بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات الأسبوع 27 من الدوري. عربيا، الأهلي المصري يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي اليوبار من الكونغو بهدفين مقابل هدف على استاد برج العرب. إلى الملاعب الأوروبية، في إسبانيا ريال مدريد يعود من رحلة ديفرتيفو لاكرونيا بفوز صعب بهدفين مقابل هدف، وبرشلونة يواصل الحفاظ على الصدارة بفوزه بنفس النتيجة على منافسه إشبيلية ضمن الأسبوع 25 من الليغا. في إنجلترا، مانشستر يونايتد يبتعد بصدارة البريمير ليج بعد فوزه خارج أرضه على كوينز بارك رينجرز بهدفين دون رد، والأرسنال يحقق فوزا صعبا على حساب أستون فيلا بهدفين مقابل هدف. أخيرا، في البوندسليغا، بايرن ميونخ يواصل حصد النقاط ويكتسح فيردر بريمن بستة أهداف مقابل هدف على ملعب ألانزي أرينا في انطلاق مباريات الأسبوع 23 من الدوري الألماني. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء. الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أظهرت مؤشرات الأسهم في بورصة فلسطين انخفاضاً ملحوظاً في عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 30%، ويعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين التي تسود وضع الاقتصاد الفلسطيني. طلب صناعيون في رام الله أمس السبت شركة كهرباء محافظة القدس بتخفيض رسوم الكهرباء المترتبة عليهم بشكل شهري، والتي تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج خاصة المصانع التي تعمل على مدار الساعة. أعلنت مؤسسة العرب للدراسات المالية عن انخفاض كبير في نسبة الشيكات المرتجعة في دول الخليج العربي بنسبة 30% لتبلغ قيمتها نحو 650 مليون دولار من أصل مليار عام 2011. كشفت تقارير اقتصادية أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على إجراءات تقشف عالية ستؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف،
ما دفع الرئيس الأمريكي للدعوة إلى تطبيق اقتطاعات ذكية دون المس بحجم الوظائف المتدفقة على السوق. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل. أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. سلطت الصحف العربية والعالمية في إعدادها الصدر اليوم الأحد الضوء على عدد من الملفات، تقدمها الملف الفلسطيني واستشهاد أسير أثناء التحقيق معه، إلى جانب الملف السوري وسيطرة الثوار على موقع الكبر النووي، بالإضافة إلى اتهام مذيعة مصرية الإخوان بالمعاناة من الأمراض النفسية والجنسية. البداية من الصحافة الفلسطينية والتي لا زالت تتابع قضية الأسرى، حيث أبرزت صحيفة القدس عنوانا بارزا على رأس صفحتها الأولى تقول فيه: استمرار فعاليات التضامن والحركة الأسيرة تعلن الإضراب الشامل والحداد، استشهاد الأسير عرفات جرادات أثناء التحقيق معه في سجن مجده، قراقع يقول إسرائيل لن تتمكن من خداع العالم وإخفاء التعذيب. الحياة الجديدة تحدثت عن حالة غضب عمت عددا من المدن الفلسطينية مساء أمس عقب الإعلان عن استشهاد الأسير جرادات والذي اعتقل قبل 6 أيام، حيث حملت السلطة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن استشهاده، في حين عزت الأجهزة الإسرائيلية الوفاة إلى إصابته بوعكة صحية. إلى الصحافة الدولية، حيث كتبت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عنوانا لافتا في الشأن السوري تقول فيه: الثوار يعرضون تعاونا مشروطا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد السيطرة على موقع الكبر الذي قصفته إسرائيل عام 2007. في السياق ذاته، تحدثت صحيفة السياسة الكويتية عن تهديد تنظيمات داخل المعارضة السورية المسلحة بتفجير صهاريج الوقود من بنزين ووقود طائرات المرسلة من الحكومة اللبنانية إلى نظام بشار الأسد لاستخدامها في تزويد مقاتلاته الجوية ودباباته وآلياته لضرب المدن والقرى والمواطنين السوريين، حسب قول الصحيفة. نختم من الدستور المصرية والتي نقلت تصريحات المذيعة بالتلفزيون المصري هالة فهمي قولها أن جماعة الإخوان المسلمين يعانون من مرض نفسي وجنسي، وأكبر دليل على ذلك هو اضطهادهم للمرأة وخاصة المتواجدة في ميدان التحرير. نهاية هذه الجولة، أترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.